منافذ النهارده، وبنحاول نوصل كمان الى يعني النجوع والكفور من خلال المنافذ المتحركه اللي موجوده. خليني يمكن استسمح حضراتكم ان انا نعرض ما تم في قطاع الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه، ويمكن ابدا بقطاع الاسكان. و يعني انا عايز اقول ان احنا ما قبل منتصف 2014 كان اللي الدوله المصريه قدرت تنفذه على مدار 9 سنوات او 10 سنوات ما قبل 2014 كانوا حوالي 383 الف وحده. وكان طبعا انشانا مجموعه من التجمعات العمرانيه الجديده من السبعينات والثمانينات، وكان يعني حجم كل ما انفق كدوله من فتره 40 سنه حتى تاريخ 2014 في حوالي 70 او 75 مليار جنيه على كل هذه المشروعات. النهارده يا فندم احنا النهارده من 2014 حتى ديسمبر